السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الابتدائي مدرسة الأندلس الخاصة، سنتكلم اليوم في درس جديد من دروس مادة الحاسوب، وحنتكلم تحديدا في الدرس أجزاء الحاسوب. كما ترى في الصورة الآن، الصورة بها العديد من أجزاء الحاسوب. هناك أجزاء رئيسة وهناك أجزاء غير رئيسية، يعني الجهاز ممكن أن يعمل بدونها. أول شيء على اليسار كما ترى في رسم الدائرة هي الكيبورد، لوحة المفاتيح التي نكتب بها النصوص والأرقام. ثانيا وحدة النظام، وهذه هي التي تدير الشؤون كلها، الذاكرة والتشغيل. وهناك الفأرة، الماوس للتأشير والنقر، وهناك كذلك الشاشة لتعرض لنا البرامج، مينيتور الشاشة كما ترى. وهناك لوحة المفاتيح، الكيبورد كما قلنا في الأول، نعم. وهناك الطابعة، برينتر التي تقوم بطباعة الأوراق التي نحتاج إليها. وهناك مكبر الصوت الذي يصدر الأصوات، سبيكرز. وهناك الماوس كما قلنا، التي نؤشر بها على الأشياء للدخول إلى البرامج وغير ذلك. هي دي أجزاء الحاسوب. تمام، هنشوف تدريب رقم 1 صاد 21 من كتاب التدريبات والأنشطة للطالب، طلاب الصف الأول الابتدائي. سنرى معا الصورة التالية، انظروا معي. هذه هي الصورة لمجموعة من الأجزاء ونريد أن نوصلها بوحدة النظام. تمام، وحدة النظام هي التي في المنتصف كما قلنا، هي التي بها الهارد ديسك، هي التي بها الرامات، هي التي نضع فيها الفلاش كما ترى، هي التي يقوم بها زر التشغيل وهكذا. وفي الخلف هناك وصلات نصل بها كل ما ترى. تمام، سنقوم طبعا بتوصيل الطابعة، ونقوم بتوصيل الشاشة، ونقوم بتوصيل مكبر الصوت، ولوحة المفاتيح، وأخيرا الفأرة. كل هؤلاء لابد أن يكونوا متوصلين ب وحدة النظام. تمام، الآن هناك تمرين. تمام، صد 22، وحنبدأ في الأول. ما هي الصورة التي أمامك في الأول؟ أين وحدة النظام؟ نعم، سيستم يونت، هذه هي وحدة النظام، نضع أسفلها علامة صح. لوحة المفاتيح، كيبورد، نعم أحسنت، هذه هي لوحة المفاتيح التي نكتب عليها. بعدها أين صورة البرينتر التي نطبع بها الأشياء؟ نعم، رقم 3، هذه هي الطابعة التي نقوم بطباعة الأشياء. التمرين الذي بعد ذلك هو صاد 23، أين صورة الشاشة؟ مينيتور، نعم هي الأولى التي نشاهد بها الأشياء. 2، أين صورة الفأرة؟ ماوس التي ننقل بها الأشياء، نعم. رقم 4، هذه هي الفأرة التي نقوم بها بالنقر على الأشياء. وأين مكبر الصوت، السبيكرز الذي يصدر الأصوات؟ نعم هو هذا، رقم 4، مكبر الصوت. إذن في هذه التمارين مررنا على الأجزاء الرئيسة وغير الرئيسة التي بالنسبة للحاسوب. طيب، الآن الدرس الثامن هو مساحة عملي، يعني كيف تنظم أشيائك على المكان الذي تعمل فيه، فتحافظ على نظافة مكتبك وحاسوبك، فتبتعد عن الأسلاك الكهربائية، كذلك لا تضع طعاما ولا شرابا. وهنا كمان كيف نجلس الجلسة الصحيحة، الأول هي الجلسة الصحيحة، والثاني كما ترى انحنى
في انحناء في الظهر ويؤثر على عضلاتك الفقرية. وبعد ذلك كيف نكتب أثناء الطباعة كما ترى الطريقة الصحيحة؟ هذه هي الطريقة الصحيحة عندما تتعامل في الطباعة بكلتا يديك كما ترى، وعند الطباعة هكذا في الأسفل الوضع الصحيح. الآن هذه الصورة، ونريد أن نخرج الأشياء التي يجب لها أن تكون كما ترى. الأكل لا يمكن أن يكون متواجدا في أثناء مساحة العمل. كذلك الشوكليت لا يمكن يلتصق بالمكتب وبأرضية والفأرة ويتصل بالكيبورد فيعطل. نعم كذلك هذه برضو الشوكليت الصغير، نعم الحلويات ممنوعة كذلك في مساحة العمل. كمان ممنوع الألوان كما ترى، قد اتسخت لوحة المفاتيح ويسبب عدم تعطلها عن العمل، فلا بد لا تكون موجودة. نعم وماذا ماذا ما هي الأشياء الأخرى؟ نعم الربش، الأوراق والأشياء المتسخة لا يمكن أن تكون على مساحة العمل، لا يليق أن تكون موجودة على مساحة العمل. نعم وماذا أيضا وماذا أيضا؟ أحسنت، الماء، لأن الماء هذه أجهزة كهربائية لا نستطيع أن يكون الماء أمام هذه الأشياء، يحدث أخطار. وماذا أيضا؟ نعم هذه الفوارغ من الأوراق ومن الماء ومن الربش، كل هذه تمام لا يجب أن تكون أمام مساحة العمل. نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. الآن هذا السؤال يسأل ما هي الجلسة الصحيحة، هل الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ نعم ها نعم طبعا هي الجلسة الثانية هي الجلسة الصحيحة، وهذه هي الوضعية السليمة لاستخدام الفأرة. نعم نعم هذه نعم ايوه نعم الجلسة رقم 3 كما ترى في الاستقامة الظهر والبعد عن الشاشة. نعم 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 وما هي الوضعية الصحيحة للطباعة كما ترى؟ ها نعم رقم 2 هي الوضعية الصحيحة كما ترى. نعم